قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي إن حلف الناتو هو الوحيد الذي لديه الحق في تحديد من ينضم إلى عضويته. كما رفض الأمين العام للناتو يان ستولتنبرغ طلب روسيا سحب الدعوة التي وجهها الحلف لأوكرانيا للانضمام إلى صفوفه. يأتي ذلك ردا على طلب روسي للحلف بإلغاء وعد منح العضوية لأوكرانيا وجورجيا. ينضم إلينا الآن من كييف موفدنا أنس الصبار. أنس أهلا بك معنا. إذن يبدو بأن هناك نقطة توتر أخرى الآن على خلفية ملف انضمام أوكرانيا لحلف الناتو. نعم، نقطة الخلاف هذه جزء لا يتجزأ من الخلاف الأكبر الذي بدأ قبل أسابيع وحتى منذ عام 2014 بعد إعلان روسيا بطريقة أو بأخرى سيطرتها على شبه جزيرة القرم. الآن يتحدث الأوكرانيون عن مزيد من عسكرة شبه جزيرة القرم، ولذلك توجهوا إلى الأمم المتحدة التي ذكرت الروس والعالم بالقوانين والتعهدات الدولية التي أطلقتها روسيا قبل احتلالها شبه جزيرة القرم. يضاف إلى ذلك ما يأتي عبر الأوروبيين وتحديدا منظمة الأمن والتعاون الأوروبية التي تقول إن روسيا أرسلت معدات وعتاد عسكري إلى المناطق الشرقية في أوكرانيا، أي داخل الحدود الأوكرانية، وهم يرون في ذلك تصعيدا خطيرا في الساعات القليلة الماضية. يقولون إن روسيا ما زالت تزود الانفصاليين هناك بمزيد من العتاد العسكري، وهو لا يتوافق مع اتفاقيات مينسك، وكذلك يهدد السلم القائم في المنطقة أو ما تبقى منه خلال السنوات الماضية منذ دخول روسيا إلى شبه جزيرة القرم. الأوكرانيون يحاولون قدر الإمكان استعطاف الأوروبيين وحتى الأمريكيين، ويحاولون أيضا الانضمام إلى الناتو منذ سنوات، لكن الأمر لا يتعلق فقط بما ترغب به كييف بل بما يرغب به الأعضاء الثلاثون في هذا الحلف العسكري، وهي موافقة كاملة من هؤلاء الأعضاء حتى تمكن كييف من الانضمام إليهم. تطالب ويطالب هذا الحلف وأيضا الاتحاد الأوروبي ببعض الإصلاحات من أوكرانيا، تقول إنها تسير على الطريق الصحيح باتجاه تنفيذها، لكن حتى الآن لم يتبين ما إذا كان الوقت مناسبا. وخلال السنوات المقبلة في لحظة من لحظات تحدث الأمريكيون عن أن الأمر قد يستغرق 10 سنوات على الأقل لتنضم أوكرانيا إلى هذا الحلف العسكري، حلف شمال الأطلسي. شكرا لك موفدنا أنس الصبار، كان معنا من كييف.